السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بالأخوة المتابعين. طبعا بنعتذر، صرنا فترة طويلة ما عملنا أي فيديوز. اليوم أنا موجود في مدينة دبي، 1 أكتوبر 2021، وإن شاء الله اليوم بحاول أصور لكم مقتطفات من الموتر فيستيفال اللي عاملينه في دبي أوتودروم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وخليكم معنا. وصلت هلا على دبي أوتودروم، وهلا ان شاء الله راح ابدا الجولة، وان شاء الله يعني شايفك شوية سيارات هلا، ان شاء الله شكلها حلو.